الحمد لله، هو بداية ميدان المعركة أو الاختراق هو من هناك من طوال السادة. كنا جمعنا ال 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 يعني تركت واحد من عجل خلفك؟ الكل تركنا، يعني احنا وضعنا الخطة وحددناها، وعلى أساس إن كان اللواء 19 ومقاومة وكتيبة النخبة على أساس مع الزفلت، المهمة الرئيسية حقها مع الزفلت. فاحنا ناورنا، يعني كان مناورة، فاتخذنا القرار انه القوة او الوحدات تجي هنا على اطوال السادة عند مقاومة وادي بيحان. وبعد ما استطلعنا وفحصنا المكان المناسب للاختراق، فأوهمنا العدو انه الافراد سيتسللوا ويرجعوا حتى ان نرجع مع الخط حق الزفلت. ففي الساعات الحقيقية ساعة الصفر تم التقدم من المكان المناسب والمختار. طبعا الطريق هذه كانت مفحوصة لأنها كانت هي أمداد العدو تأتي إلى المثارس الأمامية للعدو. فطمروا الأبطال وصلوا المثارس الأولية للعدو. طبعا مكان الاختراق ما يتعدى شيء، العرض حقه معناه 50 متر العرض، لأنه كلها الأرض شايكة بالألغام، كافة المنطقة هذه ملغمة. فالمكان هذا تم اختياره وفحصه بدقة، وبفضل الله وصلنا إلى المكان الحد الأمامي للعدو. بعد ذلك أفراد اللواء انطلقوا هنا زي الوحوش، يعني كالنسور، لا عاد مسكنا الأفراد ولا عاد نحاول إحنا أن نأخر الأفراد، ما والله عاد لحقناهم. لتفاجأ أنا أصل بعدهم بالمكان وقدهم رأس الجبل، ما أصل مكان إلا وقدهم رأس الجبل كلاتهم. تمام، فاللواء 26 كان هنا من الصفحة وصل إلى المفرق حسب الوقت، وإحنا متواصلين حسب الاتصال. تركنا الجانب اللي في حيد بن عقيل، ترك هذا الجنب هنا اطلاق النار من حيد بن عقيل، وحتى البيوت هذا كان العدو يتسلل اليها، والجبال هاتاك كلها اطلاق نار من هنا ايضا، من الجبل هذا، من الاماكن هذا العدو كان منتشر في هذا المكان. تركناه في الميمنه وفي الميسره بفضل الله، فوصلنا حسب الوقت المحدد. تمت السيطره على النقوب مباشره، اتجهت القوه اجتمعت حسب المكان المحدد لها في مفرق السعدي، ومن ثم المواصلة إلى مفرق الدهولي. هذا الساعة حصلت هذا المعركة الساعة كم تحديدا؟ طبعا بدأت المعركة، بدأ الطيران الساعة 2 بالضبط بعد منتصف الليل، وبدأ اللواء 26 من الساعة 4 أخذ صوفة، هاتك صوفة هو كتيبة الحزم أو اللواء الحزم، والساق هاتك كبال الساق كما تروها، كل القناصة رأسها تركوها خلفهم ومشوا مع الزفلت. الساعة بالضبط يعني السادسة صباحا بدأنا نخترق الخط الأمامي للعدو باللواء 19 ومقاومة وادي بيحال موجود هنا وكتيبة النخبة. بدأنا الساعة 6 بالضبط، فجاء الساعة 7 صباحا والنقوب قد هو بيدنا بشكل عام. الساعة 7:30 المفرق، أو 15 دقيقة هكذا المفرق. الساعة 10 واحنا في اسفل مبلغه، يعني كما الدفاع اللي مبلغه. طبعا العدو انساق موجوده في اسفل مبلغه في محطه الدهولي، وكل نسق ناتيه تغرق نص ساعه وننهي مفرق السعدي. المفرزه اللي مشت قائد الكتيبه الاول رحمه الله الشهيد البطل طالب شاجره، هو الابطال اللي معه، ما الساعه 10 اخترق من الوادي دخل الى داخل المدينه، لا داخل مدينة بيحان. نعم، الساعة 10 صباحا، يعني الساعة 10 وهو داخل مدينة بيحان، سيطر على المستشفى والمقاومة الموجودين هناك، رتبوا أوامر الأمور المستشفى والنقاط هناك. فالعدو أنهار أساسا، أنهار كل ما بعدك، أنهارت القوى العدو، عزلنا العدو اللي موجود في مبلغة، عزلنا العدو الموجود هنا في الجبال هذه كما ترى الميسرة، الساق برضه عزل داخله اللي في حيد بن عقيل. ما تم تحرير حيد بن عقيل والمناطق الأخرى هذا إلا بعد 3 يوم تمت الرجوع لها وتصفيه. فالحقيقة الفضل الله سبحانه وتعالى ودعم قيادة التحالف والقيادة السياسية والعسكرية الشرعية والأبطال الذي قدموا كالنسور. نعم، شكرا لله تعالى. شهدانا الأبطال الذي أدوا صدورهم لهذا الوطن، والذي فعلا اخترقوا بصدورهم واستشهدوا رحمة الله عليهم، ونتمنى الشفاء للجرحى.
طبعا كانت الخسائر حقيقة يعني في وقت الدخول كانت قليلة بالنسبة للقوات الشرعية، كانت قليلة، ليست العدد الموهل، وإنما واجهوا أبطال، أبطال لا لهم من 3 سنوات من أهلهم، والحمد لله استشهدوا رحمة الله عليهم، نسأل الله لهم الرحمة ونسأل الله يشفى الجرحى، والحمد لله رب العالمين. احنا لن نولي جهد، يعني لن نولي جهد قدر استطاعتنا مع اسر الشهداء باذن الله تعالى، ونطلب ذلك من القياده السياسيه، نطلب ذلك من القياده السياسيه ان تولي الاهتمام الاكبر، بل كل لحظه يعني ان تذكر ذولاك الشهداء الذي اعادوا للوطن كرامته، وتذكر ابنائهم وتليهم يعني الاهتمام الاكبر، وعين عين الاهتمام او جل الاهتمام.